أنصح أخوان الذين يفاوضون الأمريكان أن لا يأمنوا، لأن الأمريكان سلاحهم مواقفهم كلها تجارية سياسية، يعني ما يبيعك دبابة مثل ما تبيعك بقية الدول، يبيعك إياها سياسيا. يعني أنا رحت إلى الوجبة الثانية من طائرات F-16، وعدهم أن هذه الصفقة ما تتم إلا يوقع عليها مسؤول العلاقات الخارجية في الكونغرس، فد واحد اسمه منندس، ورحنا المنندس قالوا روحوا قنعة. فرحت أقنع منندس، جاوبني قال لي يعني ما أوافق لك على هاي الطائرات، من يقول ما تضرب بها إسرائيل؟ قلت له أنا ما أسمح لك، طبعا عندهم كلمة ما أسمح لك الظاهر كبيرة، قلت له ما أسمح لك تتحدث بهذا الحديث، أو تضرب كردستان، قلت له ما أسمح لك تتحدث بهذه اللغة، أولا الشعب الكردي شعبي وأنا مسؤول عنهم، ثانيا أضرب إسرائيل بذن طياراتك اللي عندها 250 صاروخ نووي أنت مطيها؟ فهكذا كان يتعاملون معنا في هذه القضية. أنا أنصح أعود مرة أخرى وأقول لما رد السلاح، لما توقفت العملية وما عدنا سلاح وداعش كانت مجهزة ومسلحة، ولولا التسليح والتجهيز والسكوت الأمريكي والدخول السعودي على الخط وغيره، احنا عدنا من القوات ما يكفي لدحر أكبر من داعش، ولكن الجماعة دخلوا سياسيا واستخباريا لضرب القوات العراقية ونجحوا بها بقدر، إلا أن وقفناهم عند حدود بغداد. أنا رحت إلى روسيا، التقيت ويا بوتين، قلت له وضعنا صعب والجماعة وقفوا علينا كل شيء، الدبابات وقفت، الطائرات وقفت، اعتاد ما عدنا. قال شنو المطلوب من عندك؟ قلت له مطلوب من عندك تعطيني طائرات 135 و128 هاي الحديثة اللي تشبه الأباتشي. قال هاي رادة لتصنيع. قلت له اعطيني من مخزونات السلاح الروسي وانتو عوضوا، وفعلا سواها ونقلنا الطائرات بالطائرات الضخمة للعراق. ما عاملني سياسيا، ما تعاطى وياي سياسيا، وانما بلد معرض الى هجمه ارهابيه وقف ويانا وطانا دباب، شو اسمه، بعدين دبابات اجت ايضا اتفقنا عليها وطانا مختلفه. انت ما مطرده هذا، انت ما مطرده ذاك، انت مطرده. انا ما مطرده انا، ولهذا اقولها العالم يجب ان يفهم ان الاتفاق الذي حصل مع امريكا التي كان يحكمها بوش، والتنفيذ كان من جانب أمريكا التي يحكمها أوباما. هو أوباما شنه شعاره بالانتخابات اللي صارت؟ شعاره سحب القوات الأمريكية من العراق، هذا شعاره اللي فاز به. فلذلك الاتفاق صار مع أمريكا، ما طردناهم طرد، احنا كنا حريصين على أن ما يطردوا طردا وإنما يخرجوا بموجب اتفاق. وقلت لك أنا قلت لهم نصيحة من عندي لكم، وطلعناهم باحترام، ما طلعناهم بطريقة الطرد حتى احنا نحاسب. لكن هسه أوباما ضغطوا عليه فريقه، ضغطوا عليه العسكريين، ضغطوا عليه الآخرين، مع الأسف الشديد كان يتعامل هكذا. ولذلك السلاح الأمريكي سلاح سياسي ما يعطى. أنا مرة كنت في الكويت، رئيس وزراء الكويت السابق أو الأسبق قال لي سمعنا أنت مشتري طائرات F-16 من أمريكا، قلت له نعم. قال أنصحكم نصيحة، رجعوهن لا تتورطون. ليش؟ قال أنا اشتريت طائرات F-18 لا طلعنا بيها ولا قاتلنا بيها، واقفة الطائرات كل شهر يجونا تحت عنوان إدامة، وجيب كذا مليون وجيب كذا مليون، يا ما مشتغلين بيها ولا طائرة. أخيرا قلت لهم عم خذوهن لكم، نتبرع لكم بيهن، ترى ما يدعموكم، لا يعطوكم سلاح، لا يعطوكم صواريخ، لا يعطوكم كذا، لا يعطوكم. وكان كلامه صحيح.